كم؟ ايه؟ سونيا مالها؟ طب وديتها الحكيم ياما ولا لا؟ وجبت لها الدواء ما تستخسرش فيها حاجة ياما. مش عايزة تاخد الدواء؟ لا لا أنا مش قادر أصدق، مش قادر أصدق. أنا جاي بنفسي ياما، لا جاي جاي لك يا سونيا يا أعزي الحبايب يا حبيبة جاي. سونيا مين دي يا رمزي؟ أم يا دولة، ماما سونيا دولة، أنت ما تعرفهاش؟ أم في الرضاعة، الجاموسة اللي رضعتني. الجاموسة أمك قال لي إيه؟ ودي إيه جالها جنون البقر ولا إيه؟ يا دولة تف من بقك يا عم. قال لها دولة هي عندها اكتتاب نفسي بس. اكتتاب نفسي إيه يا دي أهبل؟ الاكتتاب ده بيبقى في البورصة، اسمها عندها اكتناب نفسي، والاكتناب ده تلاقي المريض بتاعه بيبقى ماشي على جنب كده. أيوه صح يا دولة، هي بالظبط كده، هون مجتنبة كده، هون لوحدها في الزريبة ومش راضية تتكلم مع حد ومش راضية تخرج أو تتفسح مع أصحابها يا دولة. تتفسح مع أصحابها؟ فين ياض العادات والتقاليد بتاعت البلد؟ أصحاب إيه؟ تخلي أمك الجاموسة تمشي دي. لا 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 لا، ده إحنا بلدنا بنفخر إن البلد الوحيدة اللي رفضت ان البقر بتاعها يطلع على علب السمنه. يا دولة اصل انت مش عارف يا دولة، سونيا دي عندها اكتناب نفسي بسببي انا دولة، انا اللي مزعلها يا دولة. اكيد طبعا مفيش موبايلات بقى مقصر في الموبايلات مثلا، ما بتكلمهاش في المناسبات ولا ايه؟ لا يا عم، انا عيد الاضحى اللي مات رحت بقى علشان انقذها من ايد الجزار المفتري دون من القرمه دي، ومن ساعتها دولة انا ما زرتهاش ولا شفتها. لا لا لا، ما انت برضه غلطان يا رمزي، فين يا ابني صله الرحم او صله اللحم مثلا؟ هي علشان كده يا حبه عيني يا دولة خدت في نفسيتها كده وشالت كده وحطت وماشي عماله تقول وسط البهايم في البلد كده وان انا ابن عق يا دولة، وهي حقها بصراحه دولة، وعماله تقول لهم ان انا ما استحقش ال 35 لتر لبن اللي انا رضعتهم منها. رضعت منها 35 لتر لبن؟ ده امك بخيله قوي. يالا دولة انا عاوز استاجزك في اجازه. خد اجازه. عايز اجازه مرضيه كده هون اسبوع واحد بس يا دولة، اربع ايام وهتلاقيني هنا هون قدامك. لا ما دام الاسبوع بتاعك اربع ايام اتكل على الله، بس هخصم منك الاسبوع كامل. طب وليه لازمتها بس الخصوم دي يا دولة؟ بص اذا كنت انا بقى يا عم هجيب لك البديل. البديل؟ اوعى تقول لي بقى حته وفتله وابره والعيال دي، انا ما بستوعبهمش يا دولة. هم اصلا ما يستنضفوش يجوا يشتغلوا هنا يا دولة، ده اقل واحد فيهم بياخد مرتب اكتر مني 10 مرات يا دولة. امال هجيب مين يعني؟ الاستاذ فهمي اخويا. الاستاذ استستو على طول فهم مين يا ابني؟ ده احمر منك يا دولة، ده كان مسافر بلاد بره علشان يكمل علامه يا دولة، تقول لي احمر منك يا ابني؟ يكمل علامه ايه؟ اكيد مسافر بلاد بره بيعملوا عليه ابحاث وتجارب ويشوفوا الغباء اللي عنده ده يستفيدوا منه، مثلا ممكن يعملوا عليه القنبله الغباويه اللي هيدمروا بيها القريه الذكيه. بص بقى يا دولة، هو ده اللي عندي بقى يا عم، الاستاذ فهم جاي ياخد اجازه فكتر الف خير وهخليه يجي يشتغل هنا مكاني في البازار يا دولة، واروح انا بقى اشوف ماما سونيا يا دولة. لا وبعدين انا محتاج كل مليم في علاجها، احتمال كده هون ان شاء الله اسفرها خارج البلاد تتعالج. سفرها خارج البلاد؟ ايه هتوديها الفيوم على نفقه العمده يعني؟ مش عارف يا دولة، مش عارف والله، قلبي موشوشني عليها. ايوه صح، سمعت قلبك وهو بيوشوشك. صح صح، اتكل على الله بره. طب وبالنسبه للاستاذ فهمي؟ اتكل يا ده على بره. يا ايوه الاستاذ فهمي بره يالا، هيشتغل مكانه يلا يالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خدي يا سماء، عندك شويه فاكهه هم، وضبيهم بقى عشان ناكلهم بعد العشاء ان شاء الله. وفي كلام على فكره بقى على نص بطيخه. سبحان الله، انت عيان ولا ايه؟ ده انت بقالك سنه ما دخلتش عينه بنص كيلو استفندي. نص كيلو استفندي؟ مش عادل سعيد يا ماما اللي يمشي في الشارع ومعايا استفندي وبزر وقشر والكلام الفارغ ده. يا ابني انت فاهم الفاكهه غلط، يوسف افندي ده مش شتيمه، ده ابن عم البرتقان. ايه بتهدديني يعني بقرايبه؟ لا طبعا، مش انا اللي اتهدد من يوسف افندي. واضح كده يا ابي ان الغزاله عندك في فورمه عاليه قوي النهارده. انا صراحه النهارده يعني مزاجي عالي جدا فعلا. طب ما تفرحني يا ابني، فرح امك حبيبتك. اخيرا يا ماما اخيرا، شوفي بعد عناء قد ايه، اخيرا دعاكي جاب معايا نتيجه الحمد لله. يبقى اكيد 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 بعت راس قرون توت عنخ امون. ده ايه ده راس قرون توت؟ ده ايه، اله اله المذبح مثلا عند قدماء المصريين؟ لا لا لا، كل ما في الموضوع ان رمزي اخيرا الحمد لله خد اجازه اسبوع اربع ايام. ايه ده الاسبوع المتسربع ده؟ في اسبوع اربع ايام بدل سبعه؟ ما من وجهه نظر رمزي كويس قوي ان هو طلعهم اربع ايام، المهم ان هو خد اجازه وانا خلصت اخيرا بقى، هفوق لشغلي وهكسب بقى، هكسب. ازاي بس يا عادل تعمل كده في رمزي؟ حرام، ومين اللي هيساعدك؟ وبعدين ده دراعك اليمين، حرام. انا لو ده دراع اليمين ده نقطعه، وبعدين انا مش عايز اي حد يساعدني، انا اقدر اشيل البازار كله لوحدي عادي يعني. يا ابني الشغل عليك هيبقى كتير، وبعدين رمزي بينفع او بيكنس وبيمسح وبيكسر. لا انا مش عايز حاجه من رمزي، وبعدين هو قال لي انه هيبعت اخوه فهمي يعني يقعد مكانه على ما هو يرجع.
فهمي ده اللي كان في بلاد بره وايه اللي رجعه فجاه كده؟ اكيد في بلاد بره اكتشفوا ان هو غبي فمشوه من عندهم، يعني هو بلاد بره ناقصه كفايه انها بره. يا اي ام ان ايجيبت مستر جون. اوكي كول يو باك. اهلا وسهلا يا مستر، اهلا وسهلا، تحت امر حضرتك. البازار كله تحت امرك، عايز تماثيل، عايز برديات، اي حاجه موجوده يعني. ازيك يا عادل؟ عادل ايه ده، انت عرفتني؟ واضح ان انا شهرتي وصلت بره. يعني عرفتني منين بقى؟ من خلال الايميل بتاعي ولا من خلال الويب سايت ولا من خلال بعض السياح لما رجعوا بلدكوا قالوا لك عليا؟ زي ما انت ما اتغيرتش، عنجها فاضيه. عنجها فاضيه؟ ايه ده؟ لا واضح ان اللي قال لك عليا اعدائي يعني مش اصدقائي السياح. انت مين وعايز ايه؟ ها عرفتني؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي؟ واسبوع تربي فيه شنب والحاجه دي جايبها منين؟ انت سارقها هاله؟ احترم نفسك. ايه سارقها دي؟ احترم نفسك. ايه اللغه اللي انت بتتكلم بيها دي يا عادل طول عمرك؟ لغه ايه يالا؟ انت هتستهبل يالا رمزي؟ انا بتكلم اللغه العربيه. ايه مش عارف اللغه العربيه؟ افهم كويس، اولا انا مش رمزي. مش رمزي؟ على بابا هادي، هادي يا رمزي بتاع سونيا هلا. يا عادل انا فهمي اخو رمزي. فهمي يا اخو رمزي؟ فعلا يعني سبحان الله الخالق الناطق رمزي يعني. معلش فهمي، انا بقالي 10 سنين ما شفتكش يعني، وانت عامل ايه؟ فاين فاين عادل، انا واخد اجازه ورمزي اتصل بيا علشان اجي اشتغل مكانه في الفتره دي يعني، فحدد لي بقى طبيعه الشغل بتاعي وبسرعه. بسرعه؟ لا 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 لا، الشغل هنا اصله ماشي على نظم وعلى قوانين وعلى قواعد معينه انا اللي بحددها يعني. طيب بدون بقى دخول في ديتيلز كتير يعني، وبعيدا عن احساسك بالنرجسيه، حدد لي طبيعه شغل ايه. النرجسيه؟ ايه ده؟ الواد ده شكله مثقف وهيتعبني. ايه عادل انت بتفكر بصوت عالي؟ انت فاكرني مش سامعك ولا ايه؟ لا لا انا عارف انك سايبها. بص بقى، بص يا فهمي، يعني ان هو يعني خطه العمل عباره عن ان احنا عندنا مجموعه من التماثيل، التماثيل دي زي ما انت شايف كده بيبقى في عدد من الارفف، انت بتيجي بتروح. هي دي خطة المبيعات يا عادل؟ ايه الفشل اللي انت فيه ده؟ فشل ايه؟ ايه اللي فشل دي؟ لا 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 معلش، انا 20 سنة من النجاح. عادل سعيد اسم يعني الثقة. واضح واضح يا عادل الثقة. بدون بقى تضييع الوقت، انا عايز اعرف طبيعة الشغل بتاعتي، وسيبني انا اشتغل بالسيستم اللي انا عايزه. لا سيبك ايه؟ ما ينفعش اسيبك، انا رئيس مجلس ادارة البازار ده، وانا اللي بحدد ازاي الناس كلها تشتغل. عادل بلاش التشبث بالسلطة الواهية دي. تشكلك حزب معارض وهتتعبني يا فهمي. رمزي كان حزب تاني، كان حزب وداد كلبي. بقول لك يعني يا فهمي، بما ان احنا قرايب واصدقاء من واحنا صغيرين يعني، تسمح لي يعني ممكن ابقى اشتمك واضربك زي رمزي كده؟ لو في اطار الصداقه زي ما انت بتدعي عادل اوكي، يعني تشتمني اشتمك، تهفني بالقلم اقوم هفك بالشلوط. تضرب مين يا؟ بقول لي ياض اقول لك ياض، فبلاش يا عادل ننزل المستوى المبتذل ده، ها، وتكون العلاقه ما بيننا فجه. فجه؟ معاك فجد 10؟ ايه انت هتمشيها مير يعني؟ ماشي نمشيها مير. خلاص بالنسبة بقى للمشاريب، الحساب انجليزي وكل واحد على حجر ابوها معلم. بغض النظر عن التشبيه الفظ اللي انت بتقوله دون، فاوكي انا موافق، تعالى بقى نتحاسب. نتحاسب قوي قوي. انت ليك عندي كل يوم علبة كشري، ودي بتعتبر فطارك وغداك وعشاك غير الثلاث كوبايات شاي. اولا يا عادل الوجبة دي حقي نتيجة مجهودي وفق عدد ساعات العمل الرسمية اللي محددها القانون، يعني انا ليا عندك 10 جنيه في اليوم. 10 جنيه؟ ايه 10 جنيه دي؟ لا رمزي كان ارخص بقى. بليز عادل، لاخر مره بقول لك رمزي شيء وفهمي شيء تاني خالص، واذا كان رمزي بطيبته وسذاجته بيسمح لك انك تستغله فانا نو. طيبته ايه وسذاجته؟ انت عايز ال 10 جنيه؟ اتفضل يا سيدي، ادي ال 10 جنيه ومش عايز بقى اي وجع دماغ بعد كده، اتفضل. يا ترى انت عامل ايه دلوقتي يا رمزي؟ حبيبي مالك يا عادل؟ ما انت لسه كنت من شويه منشرج الاسارير. اسارير؟ بقول لك ايه، انا مش طايق اي حد يتكلم معايا كلام مهم ومجعلص كده. انا بقول لك اهو. طب بص يا بيبي، فضفض
فضفض يا حبيبي الفضفضه الليليه المعتاده، فضفض يا حبيبي، هل هناك في حياتك اي مطبات انسانيه؟ مطبات ايه؟ انا قلت الواد رمزي ده لما يمشي خلاص الحياه هتزدهر، اتاري كل دي احلام واوهام. طب ما هو طبيعي يا بيبي، لان صخره الواقع دائما بتبقى ملهاش اي علاقه بامالك الانسانيه. امال ايه؟ فهمي حطم لي كل امالي. ايه ده؟ فهمي اخو رمزي جه اشتغل عندك خلاص؟ اه للاسف جه، ويا ريت وما جه، عامل لي فيها ذكي البيت. الله، طب ما دي حاجه تبسطك يا ابني ان هو يبقى ذكي. لا طبعا ما تبسطنيش، لانه بيتدخل في كل حاجه، وما تقوليش كذا وما تعمليش كذا وما تشتمنيش، عامل لي فيها انسان. عادل، لو سمحت، اي انسان في الزمن ده من حقه يبقى انسان. بقول لك ايه، بطلي شغل حقوق الانسان ده، ما باكلش معايا، انا ديكتاتور العادل، ما ينفعش اي حد يتدخل في شغل، ما ينفعش اي حد يقول لي رايه والكلام ده، انا ديكتاتور مش بس في البيت، في البيت وفي البازار كمان. عادل، حبك للسلطة ده هيجننك إن شاء الله، وفي يوم من الأيام يا عادل يا سعيد هتصحى تلاقي نفسك لوحدك. أنا العقل المدبر، ولازم أكبح طموح اللي اسمه فهمي ده وأكسر نفسه زي ما رمزي كان بيكسر لي التماثيل في البازار. إيه ده إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت قاعد على مكتبي ولا إيه؟ يا عادل، دي ضروريات شغل علشان أعرف أشتغل على اللابتوب بتاعي وأنا بشرب النسكافيه وأعيش مود الشغل، وأنا بعمل لك حسابات البازار ما تنساش. وعشان تعمل الحسابات يعني تاخد مكتبي؟ أوكي عادل، عايز المكتب بتاعك؟ ماشي، اعمل لي مكتب لوحدي، أو أقول لك أقعد أنت مكاني واشتغل على اللابتوب. تعرف؟ تعرف؟ لعلمك أنا التوب بتاع البازار ده، تقول لي لابتوب ومش لابتوب، هات هات أوريك أنا أشتغل إزاي. أوكي. إيه ده، أنت شلت الفيشة، بطل الحركات دي عشان تفصل لي بقى اللي هو اللابتوب ده يعني وانا معرفش اشتغل عليه. يا عادل افهم، اللابتوب ده ما بيطفيش علشان الفيشه، ثانيا انت اتمسكت ان المكتب ده بتاعك، فانا من حقي ان اتمسك ان اللابتوب ده بتاعي واشتغل عليه براحتي. طب بقول لك يا فهمي، ما تسيب لي لابتوبك وانا اسيب لك مكتبي. اوكي عادل، بس اعمل بس تشيك على الايميل بتاعي وبعدين ابقى اسيبه لك براحتك. انت عندك ايميل؟ انت اكيد بقى جايبه من بره، بيبقى ارخص من هنا بكتير. ايه ده عادل، انت ما عندكش ايميل؟ لا، ما انت عارف انا اصلا يعني زوج واب، ومعقوله يعني اصرف فلوسي على حاجات زي كده يعني؟ ممكن اشتري، لعلمك ده سهل جدا اجيب ايميل، بس افرض مثلا بنتي ياسمين احتاجت حاجه، ماما احتاجت دواء، وعلى راي المثل اللي يحتاجه البيت يتحرم على النت. مش ممكن، مش ممكن، انت فضحتنا خالص، انا مستغرب ازاي انت تكون انت ابن عم. انا يعني ايه ابن انت ليك الشرف ان انا ابقى ابن عمك، انت وابوك. يا حبيبي افهم، يا عادل افهم، الايميل دون معلهوش اي فلوس. لا راجل، ببلاش بجد؟ ايوه ببلاش. طيب لو ببلاش بقى بجد والنبي يعني، بص بقى تعمل لي ايه، عبي لي اربع ايميلات بس من هم الحجم الكبير، وتوصى بقى، توصى والنبي فاهم. ما قلتلناش يا عادل، كنت عايز اسالك، الواد اللي اسمه فهمي ده اخو المنيل اللي على عينه رمزي، عامل معاك ايه؟ ده غبي جدا، غبي جدا، ده مش فاهم حاجه خالص. عارفين النهارده قاعد قدام الكمبيوتر وبيقول على عايز يعمل شهر داون، باين اسمه شهر داون يا ابي. اهو غبي ومخسرني ومبهدلني، يعني ما يتخيرش على اخوه، الاثنين اغبى من بعض. معلش بقى يا عادل، استحمله، اهي فتره صغننه وهتعدي ان شاء الله. استحمله ايه بس يا حماتي، بقولك مش فاهم حاجه خالص. تخيلوا كان فاكر ان الايميل بيتباع. يا نهار ابيض، ده تبشيره خالص. الايميل بيتباع؟ بيتباع؟ ده حمار بجد بقى. ده انا فاكره من زمان قوي ان البتاع ده بيتاجر مش بيتباع. افتحي يا ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي سايبك البازار وجابك هنا؟ يا ماميكا، مش معقول، ده يشبه رمزي خالص، ويشبه كمان الممثل اسمه فؤاد المهندس. بصي. ميرسي يا هانم. يا عادل، اولا دي مش مقابله تقابلني بيها، وانا جاي ازورك في بيتك لاول مره في حياتي. ثانيا انا دلوقتي خارج مواعيد العمل الرسميه. مواعيد يا ابو مواعيد، احنا من امتى كنا ماشيين بمواعيد وبنظام زي ما انت بتقول؟ مش ذنبي يا استاذ عادل انك انت ورمزي كنتوا مقضيينها مراجيح، انا ليا 8 ساعات عمل في اليوم. اهلا وسهلا بيك يا ابني، اتفضل بيتك ومطرحك. عيب يا عادل، عيب، ده ابن عمك برضو. اي يعني اعمل له ايه يعني؟ ابن عمي يستأذن قبل ما يجي يا ماما. استأذن؟ استأذن علشان اجي ازور مرات عمي واتعرف على بنت عمي؟ ده صح يعني؟ انت بقى اكيد ياسمين صح؟ هو انت عمو رمزي؟ لا يا حبيبتي، انا عمو فهمي، اخو عمو رمزي. اتفضلي، اللعبه دي لعبه ذكاء المستوى الرابع من سن 10 ل 13 سنه، ودي يعني السديهات بتاعتها.
الله، دي احلى هدية جاتلي. انا كنت قايله لبابا عليها بس ما عرفش، يعني ما فهمش انا كنت عايزه ايه. ما فهمش؟ لا 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 لا، انا كنت فاهم كل حاجه، بس انا مش عايزك تنشغلي عن المذاكره، وخش ذاكري. يلا خش ذاكري، لعبه ايدي، وبعدين دي بتتكسر، النوع ده من اللي هو بيتكسر، انا اجيب لك واحده ما بتتكسرش. يلا خش ذاكري. يلا عادل، رحب بضيفك يا عادل. بدل تبشير، بدل كان عايز يبيع الايميل. اهلا وسهلا يا فهمي، منور. ميرسي يا بنت عمي. لطيف قوي. ربنا يخليك. هو انا يعني ما كنتش ناوي اقعد كتير في مصر يعني. الله، بداهيه 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 بداهيه. هي مصر طبعا بلدي يعني، بس انا هقدر اخدمها وانا بره اكتر. يعني هتبعت لها وتحن لها كده، وتبعت لها حوالات وحاجات كده من الارق الاخضر ده اللي بالاسمه درارات. يلا سلام عليكم بقى يا جماعه، انا هروح. يا الله يا رب الطياره تقع بيك في مثلث برمودا يا رب. انت بتفكر برضو يا عادل بصوت عالي؟ مفيش. من فضلك يا استاذ فهمي، عايزه اطلب منك خدمه يعني قبل ما تسافر، اصل انا في نوع مكياج مش لاقياه هنا خالص، عمال الف 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 مش لاقياه، ممكن تجيبه لي؟ تحت امرك يا مجيده هانم طبعا. ميرسي ميرسي. يلا 60 داهيه. يلا يلا يا عادل، ما تفكرش بصوت عالي. يا جماعه احنا مش هننام بقى ولا ايه؟ ننام؟ ما احنا كل يوم بنصل وش الفجر، جت على النهارده هننام بدري؟ اقاله نقعد مع ابن عمنا اللي مسافر، نرحب بيه قبل ما يسافر. يا عادل منور يا فهمي. بوجودك يا سناء. هو انا كده كده يعني كنت مروح، لان ناقص ساعه على ميعاد نومي، وانا مش عايز الخبط الجدول بتاعي. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا رب الجدول يولع، يا رب الجدول يولع. انا شايف يا معلم تيتي ان احنا ممكن نعمل بيزنس مع بعض عالي قوي. اوكي يا معلم فهمي، نبدا من تمر الصبح في يو حبيت. نو احنا بس الناس شويه يعني، نشوف الشغل اللي ناقص عندك والشغل اللي زياده عندي ونظبط مع بعض. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن دماغ الصحيه دي ما عدتش عينها في السوق قبل كده، ولا غلط؟ اي نو. انا شايف ان موضوع التماثيل ده ممكن يبقى افضل بكتير قوي. إيه لو ايه اللي جايب ده هنا؟ ده مش قلت لك ده مخ زينخ، ربما يبوظ لنا الصفقه. سيبك منه يا معلم تيتي، اتفاقك هيبقى معايا انا. سيبك منه وتتفقوا عليا؟ طب انت مرفوضه فاهمي. براحتك يا عادل. اوكي انا بس بعمل اللي انا اتعلمته وشايف ان هو صح. يا عادل فهمني، اي صناعه او تجاره في عالم البيزنس محتاجه تكتلات عشان تكبر. هو ده الكلام، مش تعضني في تمثال واضربك في ورقه بردي. تكتلاتي وبتاع ايه؟ لعلمكم بقى انا كيان بذاتي. يا عادل افهم. انا ما افهمش، اللي انا اقوله هو اللي يتنفس. مكسب ايه وخساره ايه؟ انتوا بتستهبلوا؟ طب اشد انا بقى معلم فهمي واكلمك بالليل. سلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي. معلم فهمي علمك خلاص. السلام عليكم. مساء الفل يا معلم فهمي. ايراد النهارده يا باشا. ايه ده؟ فلوس؟ باشا بسم الله ما شاء الله، الجدع اللي هو التمثال بتاع اله المعسل ده عامل شغل نار عندي في القهوه، ده غير بقى ان السياح اصلا عايزين يتفرجوا على المعسل نفسه. فهمتك معانا بقى معلمي. هنعمل كل المقاسات يعني، هنعمل تمثال بحجر وتمثال بكذا حجر. طب وفي تايح طلب تمثال اسمه اله الكابتشينو. انا اوريدي بعت استورده من البرازيل، هو اله البني ان شاء الله في صفقه. هو ده الشغل يا معلم فهمي. صباح الفل يا باشا، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت بتعمل شغل من ورايا ولا ايه؟ امسك بس يا عادل وعد قبل ما تتعصب عليا. فلوس؟ انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس يا اخي، انا عايزك تغور وتسيبني بقى، انا عايز ارجع زي ما انا، انا عايز رمزي، انا عايز رمزي. شيت، الظاهر اني بشتغل مع هواء. يا عادل انت كانت فرصتك الاخيره انك تكبر معايا، لكن انت اهدرتها. اهدرت ايه وشغل ايه وبتاع ايه؟ وانا من امتى كنت بتاع شغل؟ وادي الشغل اهو، ادي الشغل. انا مش بتاع شغل يا سيدي، انا عايز اخسر. اطلع بره، اطلع بره. انا عايز رمزي، انا عايز رمزي. انت فين يا رمزي؟ ما ترجع يا رمزي، ارجع يا جمال، مش احنا ولود عم؟ تروح لجاموسه يا بقره. رمزي وصل. السلام عليكم. ايوه كده ايوه كده. ازيك يا رمزي؟ وحشتني. يالا ازيك يا دوله؟ وحشني يا دوله. ياه مصر وحشتني والجيزه وحشتني. ايوه كده، رجعني للهلس والغباوه. انا اتخنقت. يالا اتخنقت. اقعد يا رمزي اقعد. وحشني يا دوله. والله وانت يا حمار. وايه كمان يا دوله؟ يا غبي يا جزمه. ربنا يخليك ليا يا دوله يا رب. تطلب ايه؟ تدفع ايه يعني؟ كوكتيل.
بقول لك ايه، ما تستغلش بقى ان انت وحشتني وان انا بعت مخصوص عشان اجيبك من البلد، انت افيونت يالا. ربنا يخليك يا دول يا رب. بس قول لي بقى اهم حاجه، يعني زي ما وعدتني كده في التليفون انك هتعالج سونيا على نفقه البازار؟ لا يا رمزي، انا عمري وعدتك بحاجه وعملتها؟ لا. طب اشمعنى دي؟ بما ان انا المسؤول الاول عن البازار هصدر قرار بعلاج سونيا على نفقه البازار ان شاء الله. الله عليك يا دول، ربنا يخليك يا رب، هو ده العشم والله يا دول. وايه كمان فرحني؟ هخصم لك 9 أيام يلا. لا لا لا، ده كده كتير بقى يا دولا، كده كتير بقى، ربنا يكرمك يا رب يا دولا. بص براح اشتم واخصم واعمل كل حاجة يا دولا، وحشتني أيام زمان قوي. وانت يلا يا رمزي كسر يلا وخسرني وبوظ البازار كله، ليك شوقة يلا يا رمزي. ايه ايه ايه، ما تخافش وانا هضربك يلا. لا ده انا داخل كده على اساس احضنك. بص ليك شوقة يلا يا رمزي. ربنا يخليك يا دولا يا رب، ربنا يخليك. فهمت؟ مش عارف بس البتاع ده هون بيشتغل من فين بس. صباح الخير يا رمزي. صباح الخير يا دولا، ازيك؟ انا مش قايل لك 100 مره قايل لك ما تقعدش على المكتب هنا؟ انا اسف يا دولا. قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي يا دولا. وانا اللي بعدك اخر مره يا دولا. انا اسف. انزل يا، انا اسف. انزل. حاضر يا دولا. وبعدين فين الحسابات اللي انا قلت لك الراجل بتاع الضرايب هيجي يشوفها، عملتها ولا لسه؟ عملتها يا دولا. انت لسه فاكر يا عم؟ خلصت من زمان. ماشي، خلصت من زمان، فين هي بقى؟ اتفضل يا دولا بالهنا والشفا. بالهنا والشفا؟ يا لا، نقي الفاظك يا لا. اما يكون حد بياكل تقول له بالهنا والشفا، لكن حد بتدي له ورق تقول له بون ابيتي كده، هو يعني غبي غبي هتفضل طول عمرك غبي. فين هي الحسابات؟ اهي يا دولا اتفضل اهو. انت ايه ما نزلتهمش على الكمبيوتر ولا ايه؟ كمبيوتر يا دولا اسلام. ما اصل ما اصل ايه؟ ايه اصل ايه وبس؟ ايه في ايه فين؟ انا مش قايل لك تنزل الحاجه دي على الكمبيوتر. ايوه دولا، هو فين الكمبيوتر طيب اصلا؟ يا نهار اسود، فين الكمبيوتر اصلا؟ ده انا جايب كمبيوتر ومنزل عليه برنامج بتاع حسابات ودافع الشيء الفلاني عشان تيجي تقول لي فين الكمبيوتر؟ امال ده ايه حضرتك؟ ده انت هتطلع عليه يخرب بيتك، هتطلع عليه يلا اللي هو بتاع الكاتب يا دولا، الكاتب المصري. هتقولي ولا ولا ما تلعبش بالكمبيوتر ده تاني، وما تلعبش بوصول بوصول يا حضرتك. ده ايه بقى حضرتك ده؟ يعني اله الويندوز عند قدماء الفراعنه يعني ولا ايه؟ لا يا دولا والله انا كنت بحسبه عم اله حاسبه كتير كبيره كده هون يعني. وبعدين حتى بالاماره انت مش قلت لي اسمه لابتوب؟ لابتوب؟ انا قايل لك لابتوب؟ يا يهبل يهبل، مش يا نهار ابيض، جايب لك مهندس وقعد 3 أسابيع عمال بيدربك وفي النهايه مش عارف الفرق بين الكمبيوتر واللابتوب؟ ما دولا بقى بصراحه يعني. بص الباشمهندس ده وانا دول انا ما كنتش فاهم منه اي حاجه، دول عمال يقول لي شد الداون شد الداون ومش فاهم. شد الداون يلا بيقول لك شات داون، شات داون يعني شد الكوبس. والله يا دول انا مش عارف يا دول. خد بس اقرا بقى الاول. اقرا ايه بس؟ اقرا ايه بس؟ يعني غاوي تخسرني، غاوي تخسرني وتكلفني يا دول. ده انا تعبت فيها تعبانه. اقرا بس الاول. اقرا. تعبت تعبانه؟ نشوف عملت ايه في الحسابات. ايه ده؟ هي دي اللي انت تعبت فيها تعبانة؟ اللي انت كاتبه ده يا خسارة خسارة فرائك يا انت ايه جايب مقبول الضرائب؟ عايز يغنينا ولا ايه؟ يا دولا يا حبيبي خير الكلام ما قل وزل. وزل؟ انا اللي بزل لنفسي ان انا قاعد جنبك وبسمعك. ايه اللي انت مهببه ده يا يو بقى يا دولا بقى؟ مش دون برضك مجهود بني ادم تعب فيه؟ فين البني ادم؟ انت بني انت بتصنف نفسك غلط طول الوقت. ممكن حضرتك تفسر لي ايه اللي انت كاتبه لي ده؟ انا هقول لك يا دولا دلوقتي، مش لما مأمور الضرايب هيقراها هيقرا ايه؟ خساره خساره، هيعرف بقى ان احنا خسرانين فيقوم بقى معافينا من الضرايب. طب دي خساره خساره فراقك يا جارة بقى، عشان ايه؟ الجيران بتوعنا هم كمان خسرانين ولا ايه؟ الله ينور عليك يا دولا يا دولا. شفت بقى الزكوانه يا دولا؟ ولا انا مش ناقص غباوه ولا. اطلع بره يلا، اطلع بره. ماشي ماشي يا دولا. كل شويه يقعد يقول لي مش ناقص غباوه واطلع بره بازاره هو. ولا يهبل يهبل، انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي على اساس ان انا مش سامعك يا غبي يا غبي يا غبي. اطلع بره يا غبي. ايه ده انت سمعتني؟ اطلع بره يلا، اطلع بره. ناقص غباوه هي، مش فاهم انا الاغبياء دول عايشين ازاي. غبي غبي غبي. السلام عليكم، ازيك يا رن؟ ازيك يا بيبي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بقول لك ايه، بدل ما انت قاعدة بتقري في المجلة كده اهو، قومي اعملي لي لقمة كلها، أنا جاي ميت من الجوع. يا بيبي غذاء العقل مفيد جدا جدا للروح. لا غذاء البطن أهم كتير يا ماما، لأن الواحد لو ما شبعش هتطلع روحه.
يا حبيبي غذاء العقل هو اللي جاي، غذاء المعلومات هو المنتشر دلوقتي، لان في ثوره معلوماتيه في العالم ضخمه جدا. يعني انا مثلا هدي لك فور اكزامبل، مثلا عندك البي سي مثلا، لما البي سي ده البي سي يا حبيبي هو البيرسونال كمبيوتر. ما تجيبليش سيره الكمبيوتر ده لو سمحت يا راني. هو في ايه يا عادل؟ وانا كل ما اكلمك تعمل كده بقى؟ عندي مشاكل كتير جدا في الشغل بسبب الكمبيوتر. في ايه يا عادل؟ ايه المشاكل؟ طمني. زفت الطين رمزي ده، انا مش عارف اعمل له ايه، يعني فعلا بيخسرني كميه خساير ما فيش حد يقدر يتحملها. ده يا رانيا غبي جدا جدا. طب واللي عنده الحل اللي يريحك؟ يا سلام، عندك الحل وسايباه قاعد في قرابيزي بقاله قد ايه؟ ما تقول يا رانيا. الحل عندي في المجله دي. ايه سم فرن مثلا؟ اعلان عن سم فرن والله ممكن تبقى فكره، احطه له في الكوكتيل ونخلص منه. لا يا بيبي، مش اعلان عن سم فرن، دي عياده جديده تقوم بتنميه الذكاء. يعني بياخدوا الواحد كده وهو غبي كده ومفلحس على عينه، وبعدين بقى ايه، قاموا عاملين له حاجات كده معينه، وبعدين فجاه يبقى جينيس واذكى واحد في التاريخ. لا انت مش فاهم رمزي، رمزي استحاله حاجه زي كده تنفع معاه. ده عباره عن كتله غباء متحركه، ده الماده الخام للغباء. يعني عارفه زي اليورانيوم كده ما بيبقى مشع، رمزي بيشع غباء، يعني ممكن ياخدوا منه ويعملوا قنبله الغباء اللي هتدمر العالم. طب يا بيبي ما تجرب يا بيبي، انت مش هتخسر حاجه، احتمال كبير قوي الموضوع ده ينفع معاه ويتحول لبني ادم ذكي ويرحمنا بغبائه من تدمير حياتنا دائما كده يعني. لا 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 مش هينفع، عارفه رمزي ده لو فهم يموت. يا رب يفهم. خرب بيتك يا دي، خامس كوبايه كوكتيل تشربها دلوقتي وبرضه مصر ما تجيش معايا عند الدكتور. يا دولة، طب وانا اجي ليه معاك عند الدكتور يا عم؟ هو انا عيان اصلا؟ يعني اهو برضه نطمن الدكتور يشوف عندك مثلا عسر هضم، عسر فهم، عسر اي حاجه. لا يا دول انا ما عنديش اي حاجه الحمد لله، انا لسه شارب يا عم خمسه كوكتيل همت، ولسه شارب كمان شاي قبليه، ولسه واكل سندوتشات قد دولت كده. طب يلا ما يجراش حاجه، يلا يعني بص هتيجي معايا عند الدكتور تساعدني بقى. ده اسمه كلام يا دولة؟ ده اخر الكلام يعني؟ رمزي ابو الرماميز ابن عم دولة يشتغل تمرجي؟ تمرج ايه يا هبل، تمرج ايه بس؟ ايوه دول، انت مش بتقول لي اجي عند الدكتور معاك علشان اساعده وهو بيكشف عليك؟ لا يلا بص يعني تساعدني انا، يعني مثلا وهو الدكتور بيكشف عليا لقيت نفسي عطشان تسقيني، لقيت مثلا الدكتور هيديني حقنه وانا بخاف من الحقن فانت مثلا تاخدها مكاني، لقيت الدكتور بيقول لي يا عادل عايزين ننقلك دم فاشرب من دمك. تشرب من دم يا دولة؟ اه لا ما عادي، ما نقل الدم ده بالظبط حاجه بسيطه جدا. انت مش بتشوف الافلام واحد عايزين ينقلوا له دم بينيموه كده على السرير وبيجيب واحد تاني هينقلوا له منه دم، يحط الشليموزه اللي معاك ده كده اهو في دراعه وهنا اهو كده اهو، وبعدين تلاقي واحد تاني بقى اللي هو محتاج الدم ده بيبقى نايم تحت السرير يقعد بقى يشفط من دم. لا يا راجل صدق يا دولة، انا ما بشوفش انا اللي تحت السرير دون. ماشي يا دولة انا هاجي معاك وتشرب من دمي براحتك يا دولة، بس بقول لك ايه ما تحفش قوي علشان انا الدم عندي قليل. انت ما عندكش دم اصلا ما تقلقش. المهم هتيجي معايا عند الدكتور. دكتور؟ ليه يا دولة انت عيان؟ دولة ده خشب وعامل ان هو كتاب. ولا ولا ما تسمعش حاجة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. مين فيكم اللي هيكشف؟ يا حضرتك بس بعد اذنك دقيقة واحدة. اتفضل. حضرتك يعني اللي معايا هو اللي هيكشف لانه غبي جدا يعني، انا بس مفهمه ان انا اللي هكشف عشان يوافق يجي معايا هنا يعني. بس انت كمان لازم تكشف. حضرتك يعني اكشف ليه يعني؟ ده هو اللي هيكشف، هو غبي جدا، هو ما تخيرش عن الحيوانات اللي مرسومه على الحيطه، ده غبي جدا جدا يعني. مش انت اللي تقول، انا اللي اقول. طيب حضرتك انا اكشف ليه يعني؟ عشان يحس ان انت عيان بجد. ايوه صح صح صح، الله ينور عليك يا دكتور، يعني اكشف كده وكده يعني. لا انت هتقعد على جهاز كشف الغباء. ماشي بس برضو يعني مش كشف حقيقي ده كده وكده طبعا. اه بس المهم بقى تدفع الكشف. اه حضرتك ادفع الكشف؟ ما انا دفعت الكشف بره عند الانسه اللي واقفه بره يعني. لا انت دفعت على راس واحده، انا دلوقتي هكشف على راسين. راسين ايه حضرتك وانت بتكشف على خرفان يعني؟ حضرتك احنا بني ادمين، ايه راسين دي؟ ايوه طب قول لي انت، الذكاء والغباء بيبقى موجود فين؟ مش في الراس؟ ايوه صح صح. ايوه بس حضرتك ما دام انا هكشف كده وكده ادفع بقى كده وكده. مين قال لك ان انا هكشف كده وكده؟ انا هكشف عليك بجد وبجد قوي كمان عشان تبقى مسبوكه قدام صاحبك. ايوه صح يا دكتور والله، الله ينور عليك، مش عارف اقول لحضرتك. اتفضل استفتحك قشطه ان شاء الله. يلا عندها بقى صاحبك ترزي. رمزي حضرتك، رمزي. يلا يلا رمزي. يا دكتور يخرب بيتك. انا اسف يا دول، انا اسف. شوف الدكتور عايز يتكلم. نعم حضرتك.
تعالى عشان هتقعد على جهاز كشف الغباء. كشف الايه؟ كشف الكذب يعني، عشان الدكتور يشوفنا انا كذاب ولا مش كذاب. طب وانا مالي يا دول؟ انا مش كذاب، انا مال انا؟ يعني بص، مش انت ابن عمي يالا يا رمزي؟ ايوه دول. طيب يعني اللي يفيدك يضرني واللي يضرني يفيدك؟ اه صح. شفت بقى؟ صح يا دول. اقعد هنا؟ هنا. عرفته من بطوس طبعا. الف سلام عليك يا دول يا رب. ايه ده؟ ايه البرونيتا دي؟ الدنيا هتنطر؟ لا ده جهاز رسم المخ. خير يا دكتور؟ لا خير تمام، الجهاز ابتدى يدخن اهو. مبطله. ومال. شكرا يا دكتور. تقدر تتفضل بره يا استاذ رمزي. استاذ رمزي؟ يا انا اول مره في حياتي حد يحترمني ويقول لي يا استاذ. الله، انا بلاش لك، يا اطلع بره. الله. شفت يا دكتور، يعني حضرتك ما بيجيش غير بكده فعلا. يلا دورك انت يا استاذ. حضرتك دوري ليه؟ ما خلاص هو خرج، يعني مش عايزين نعمل تمثيليه على حد يعني. ده مخ طفل، ده ممكن شوف حاطط شفاطات ممكن يتصنط. طيب ماشي يا دكتور، حضرتك قادره طبعا. مسائل النفسيه دي سيبها لي. ماشي. هي دي كهرباء ولا حاجه يا دكتور؟ لا 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 لا، مش كهرباء ولا حاجه. وبعدين الزم الصمت. حاضر. تمام كده، ابتدى يدخن. يلا اتفضل. ماشي يا دكتور. ادي رسم صاحبك وادي رسمك، ادي المخين في ايدي. اتفضل استريح. شكرا يا دكتور. حضرتك عنده ايه يعني؟ هو تمام ولا ايه؟ والله مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. ايه يا دكتور، هيموت ولا ايه؟ لا مش للدرجه دي يعني. انا الحقيقه اكتشفت ان هو مش غبي. مش غبي ازاي حضرتك؟ ده بص، ده الماده الخام بتاعه الغباوه، يعني بياخدوا منه ويحقنوا الناس اللي بيبقوا اغبياء بعد كده يعني. هو مش غبي، انما بقى عنده اعلى درجه من درجات التخلف العقلي اللاواعي. التخلف العقلي اللاواعي انا مش فاهمها، بس شكلها حاجه خطيره جدا ولا ايه يا دكتور؟ والله رسم المخ بتاعه هو اللي بيقول كده. رسم المخ؟ طب حضرتك بعد اذنك ممكن اشوف رسم المخ ده؟ اتفضل. حضرتك دي ورقه بيضه. ايوه، لانه هو ما عندوش مخ اصلا علشان يتعالج، فاضي خالص. ده غير فيه كمان بعض نقط سودا وبعض رسومات غريبه كده ما قدرناش نفهم ايه دي، ما طلعتش في الطباعه. حضرتك اكيد النقط السودا دي التماثيل اللي بيكسرها، والرسومات الغريبه الكوكتيل حضرتك اللي بيشربه. طب ايه الحل يعني؟ كده ملوش علاج ولا ايه يا دكتور؟ لا للاسف ملوش اي علاج في مصر. حضرتك ممكن نعالجه في موزمبيق مثلا؟ ما انصحكش، ملوش اي علاج في مصر ولا في الخارج، مفيش فايده. يلا نصيبه كده بقى، هنعمل له ايه؟ استاذن انا يا دكتور. راح فين يا استاذ؟ هروح بقى. اقعد اقعد، لا تديك باللوكش. ايه يا دكتور في ايه؟ المشكله مش في صاحبك رمزي، المشكله فيك انت. في انا؟ ازاي يعني؟ ايوه يا استاذ، رسم المخ بتاعك بيقول ان انت اللي غبي. انا غبي؟ استحاله طبعا يا دكتور، انا واثق من نفسي كويس، انا مش غبي طبعا. ما تعرضنيش، ما تعرضنيش يا استاذ. اتفضل اقرا الكتاب ده وبعدين تجي لي. ماذا تفعل لو كنت غبي؟ حضرتك يا دكتور انا مش غبي، انا مش غبي، انا واثق من نفسي. اول اعراض مرض الغباء ان الغبي يقول على نفسه مش غبي. يعني مش غبي؟ خلاص انا غبي، ايه الحل يعني؟ اعترفت، يبقى تتعالج. اولا قسم الغباء، اول الاعراض ان اقول على نفسي مش غبي. تاني الأعراض إن المريض الغبي يقرأ الكتاب ده بقى كده. طب مش قاري الكتاب؟ استنى بس دولا، بقولك يا دولا، هو ده وانتمثال رمسيس الثاني ولا رمسيس الثالث؟ رمسيس الرابع. الرابع ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس الخامس. ولا أنا قلت الخامس؟ يا دولا ما هو كده كده بيفاصل. هيفاصل في أسرة يا غبي. ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس السابع. بس ده تمثال توت عنخ آمون. لا هو شبهه بس. ثالث أعراض الغباء أن يقوم المريض الغبي برمي الكتاب ثم يعود ويقرأ الكتاب مرة أخرى. عيب ما تعملش كده تاني يا غبي. لا ده قصدنا أنا بقى. في حاجة دولة؟ لا مفيش مفيش. الغبي فيه شعر بيضة في رمش عينه اليمين. رمش بسيطة. ولا رمزي عندك مراية؟ يا دولة أهو، خد يا دولة وريني كده أهو. الحمد لله.
ما فيش اي حاجة فرمشي عين اليمين ولا عين الشمال حتى. يبقى انا كده مش غبي يا معلم. عندما تقرأ هذه الفقرة وتذهب إلى المراية بسرعة وتنظر فيها فاقتنع داخليا إنك غبي جدا جدا جدا. أنت يا غبي. أيوة. إيه يا رمزي بترد على الأستاذ؟ ما أنا واقف هنا بقول. أنت مش فاهم في التماثيل، بتبيع ليه؟ أكيد أنت غبي واللي مشغلك أغبى منك. كده زفت، جبتني الشتيمة، أنا أول مرة حد يقول عليا غبي. كذاب طول عمرك غبي. يا بنتي يا بنتي افهمي افهمي، ابوس ايدك، الدرس سهل جدا يا ماما. غصب عني انا يا ماما مش عارفه اكتب الدرس، الدرس صعب. ركزي ركزي حلوتك. لو كنت غبي اتصل انا على 0300 0300 هتساعدك. ده لو كنت غبي ويمكن تبقى ذكي. اتصل انا على 0300 ده لو كنت غبي. ايه ده؟ ايه المحطه دي؟ مين اللي فتح المحطه دي وجايبينها ليه يعني؟ محدش جاب المحطه يا عادل، انت اللي جايبها يا حبيبي. طب المحطه دي ما حدش اتفرج عليها تاني، انا بقول لك اهو. اوكي يا عادل، هقلب بقى اشوف محطه تانية. والان مع الفيلم العربي غبي منه فيه. انا مش عايزين نشوف افلام عربي، انا اشوف فيلم اجنبي بقى احسن. والان مع الفيلم الاجنبي غباء فغباء. ايه التلفزيون الغبي ده؟ غبيه اغبيه، كلكم اغبيه. يا سناء ما تحترمي نفسك، ايه كلكم اغبيه دي؟ في حد غبي تعرفيه قريب منك مثلا؟ اعرفه طبعا، اعرفهم كويس قوي 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 يا عادل. هم مين دول وتعرفيه منين وازاي يعني؟ طبعا اعرفهم كويس قوي، العيال اللي انا بدرس لهم في الفصل يا عادل، دول عشره غباء غباء غباء. العيال اللي بتدرسيه لهم؟ الحمد لله. بس يعني سناء غصب عنهم، هو مش ذنبهم ان هم اغبياء، ربنا خلقهم كده يعني، عادي يعني. لا يا عادل مش عادي يعني، الغباء ده جريمه، لازم الاغبياء دول يتلموا في حته ويموتوا عشان البلد تنضف من الغباء. يموتوا ايه؟ مش ذنبهم ان هم اغبياء يعني، ربنا خلق لهم عقلهم كده يعني، ما نقدرش نعيب على عقلهم لان دي حاجه مش بايديهم، كل واحد ما بيختارش عقله يعني. عادل عارف انا لو طول الم مجموعه معينه من الاغبياء واحطهم كده في ميدان وامر باعدامهم، مش رميا برصاص، رميا بالجزم. بالجزم؟ قصدك ايه؟ هم يعني عشان مخهم جزمه هترميهم بالجزم يعني؟ ايه التفكير الدموي ده يا سناء؟ هو ما حدش بيختار عقله يعني؟ ايه انت بتقول ايه يا عادل؟ بتقول ايه؟ بقول يعني ده عنف اللي انت بتتكلمي فيه، ده حرام عليكي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدي يعني لو انا مثلا كنت غبي وده مش حقيقي خالص يعني، كنت هتقتليني يعني وتعدميني رميا بالجزم؟ لا لا يا عادل، انت اخويا، احنا دم واحد، احنا اخوات مالناش الا بعض. لكن انت لو غبي بايديا دي اغسل عاري واخلص منك، مش هنيك بالجزم، لا بالقبايب. هتعملي لي فيها شجره الدر؟ ايه يا سناء؟ ايه يا سناء العنف اللي انت فيه ده يا سناء؟ وانا عملت لك ايه يعني؟ وبعدين ده غصب يعني، في ايه؟ ما عادي ان الواحد يبقى غبي، في ايه؟ مفيش حاجه، انا هروح اشوف شغلي ومصلحتي يا ناصير الاغبياء. ماشي روح 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 روح. بطلي غبيوه، يلا روحي. انا لازم اتصرف بعد كده، انا لازم اعمل نقابه للاغبياء وابقى انا النقيب بتاعها عشان ادافع عن كل الاغبياء اللي زي اللي موجودين في العالم كله ضد اللي زي سناء والعنف بتاع سناء. يا بنتي الغباوه دي، يا بنتي ده انت غبيه ولا ايه يا بنتي؟ مش انا، ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ مش عارفه تحلي اي حاجه لانك غبيه. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا في ايه بس يا رانيا؟ في ايه؟ مالها مضايقاكي في ايه يا ياسمين؟ انا مش عارفه ايه الغباء اللي هي فيه ده، انا مش فاهمه، مش عارفه تحلي خالص لانها غبيه اثر، وانا مش عارفه هي جابت الغباء ده منين اساسا. قصدك ايه يعني؟ هكون جابت الغباء ده منين؟ هو في حد في البيت غبي يعني ولا ايه؟ انا مش قصدي حاجه يا عادل، بس انا زهقت بصراحه، انا تعبت. ما تحاولي معاها تاني يا رانيا. انا مش هحاول يا عادل، انا مش هحاول لانها غبيه اثر، وانا ما بحبش اتعامل مع الاغبياء. اتفضل انت اتعامل معاها، يمكن انتوا تفهموا بعض. اوف. احنا نفهم بعض على اساس احنا الاثنين اغبياء زي بعض. مالك يا ياسمين؟ انا يا بابا مش فاهمه الدرس، ماما عماله تعقلي وبتقول عليا ان انا غبيه ومش فاهمه حاجه خالص. غبيه؟ انت مش ذنبك يا ياسمين ان انت غبيه، لا دي حاجه ليها علاقه بالوراثه وبالدي ان ايه. انت مش ذنبك ان انت طلعتي غبيه لحد تاني غبي يعني، بس انت كده اثبتي الحمد لله يا ياسمين ان انت بنتي، بنت حلال مغبي. يلا بوسه من البنوته الغبيه لباباها الغبي. يا بابا في ايه؟ بهزر هزار غباوه. Thank you.
ده رابع كوباية دولة. ايه ده، انا اول مرة اشوفك بتشرب كوكتيل كده بالاشكال دي. ايه ده؟ ما هو ده يلا المشروب الرسمي للاغبياء امثالك يعني. المشروب الرسمي يعني زي الراعي الرسمي كده؟ مش عارف اقول لك ايه يا رمزي، ما انت عصك مش هتفهم يعني. عموما يعني مش قادر اقول لك يا غبي، لان ما ينفعش اقول لك يعني لا تعايرني ولا عايرك، الغباء طايلني وطايلك. دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي؟ فاكرني مش سامعك يا دولا؟ ها؟ انا كلمت نفسي. حته لحته. ايوه نعم الباشا باشا. الحساب بقى حته عشان نمشي بقى. حسابك يا استاذ عادل، ادي 1 زائد 2 في 34 على 2 75، كل باشا 75 جنيه. 75 جنيه؟ ليه 75؟ اتفضل الورقه اهي واحسبها. وريني كده. 1 في 2، 1 في 2 ب 1 في 2 ب 1 في ايه ده، انا نسيت جدول الضرب. ضرب يا استاذ عادل، ده جمع مش ضرب. جمع جمع يعني، و5 يبقى 85 جنيه يعني. ماشي. لا لا يا باشا 75 جنيه، انا بعرف احسب كويس. تمام 75 جنيه. انا اصلي كنت بختبرك يعني على اساس بشوفك يعني حرامي ولا ايه. 75 جنيه اهو. ايه ده ايه ده ايه ده دول 75 ايه يا عم؟ احنا ادي حته شاربين كام كوكتيل؟ مش 5 كوكتيل، انا واحد ودول 4، والكوكتيل بكام يا عم؟ مش ب 3 جنيه يعني؟ 3 في ال 5 ب 15 جنيه بس يا دول، مش 75 يا عم. صح يا رمز، معلش يا عادل، يبقى حسابكم دخل على زبون تاني. معلش بقى هجيب حسابكم حالا اهو. ولا رمز، انت عرفت الحساب ده كله على بعضه مره واحده كده ازاي يعني؟ هو انت بتروح للدكتور ولا ايه؟ ايه دول انت فاكرني غبي؟ قصدك ايه؟ مين اللي غبي؟ قصدك ايه؟ لا انا مش غبي، لا انا مش غبي، مش غبي، مش غبي، مش غبي، مش غبي. كسرت التمثال يا غبي. ايه ده؟ معقولة ابني حبيبي يبقى غبي للدرجة دي؟ مش ممكن. لا 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 لا، انا هتبرى منه. انت مش ابني، انت غبي غبي. عدل لو سمحت، انا ما اقدرش اقعد مع انسان غبي في بيت واحد. انت غبي غبي، طلعني طلعني طلعني. ايه يا ياسمين مالك؟ كل البنات في الفصل معايا عمالين يقولوا لي يلا يا اللي بابا كذب. ليه يا رب؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ كل عيلتي عايزة تتبرى مني. لا الحساب هو يا معلم، وده الورقة المكتوب فيها الحساب. وريني يعني انت غبي يا جدع، مش عارف تحسب 1+2 بكام يا غبي؟ حضرتك يعني معلش معلش حضرتك، انا هجيب آلة حاسبة صيني عشان تبوظ على طول يعني حضرتك. ولو حتى اشتريت كم بيوت، انت غبي غبي غبي. حرام عليك يا دكتور، حرام عليك يا دكتور عقل، حرام عليك. لا لا لا، حرام عليك يا دكتور عقل، حرام 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 حرام. عادل يا حبيبي قوم يا حبيبي، مالك فيه ايه؟ يا ده كان كابوس. يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عادل هو مين دكتور عقل ده؟ الحمد لله الحمد لله. أنا خلاص يا دكتور، مش عارف أعيش، مش عارف أعيش بعد ما عرفت إن أنا غبي. أعمل أي حاجة، أبوس إيدك يا دكتور. أي حاجة إزاي يعني؟ يعني شوف لي أي علاج مثلا ينمي الذكاء، عملية تلغي الغباء. لا ما ينفعش في حالتك أي عملية. أمال أنا هعمل إيه يا دكتور؟ الناس كلهم بيتعاملوا معايا إن أنا غبي، أنا خايف أتكلم مع الناس، لا يعرفوا إن أنا غبي يا دكتور. الحل الوحيد وعلاجك ان انت لا تتأرجح، يعني خلاص تقتنع وتتكيف مع الوضع بانك غبي. اتكيف اتكيف ماشي، انا ممكن اجيب تكييف في البيت واجيب تكييف في البازار، وممكن اغير العربيه اجيبها بتكييف حضرتك. مش هو ده التكييف اللي انا اقصده، انا اقصد تتكيف مع الوضع بانك غبي، يعني تفكر في كل حاجه كويس قبل ما تعملها. في الحاله دي تبقى بتفهم كويس. يعني ما حدش بعد كده ممكن يعدمني بالجزم ولا بالبلغ. ماشي ماشي يا دكتور، هعمل كده هتكيف مع الوضع. بس حضرتك ما قلتليش التكييف ده اجيبه كام حصان؟ غبي. سايب الشغل وقاعد بتلعب يالا؟ ما انت طبعا الشغل مش على بالك. ايه دولا ده انا بص، ده انا لسه غالب نفسي دلوقتي دور، انما ايه سقع.
يا تغلب نفسك ايه؟ سايب الشغل وقاعد بتلعب يالا، يا ما تشوف شغلك يالا. لا شغلي يا دولا بقى، ما الشغل مريح يا دولا. مريح؟ لا فعلا فعلا مريح، ده احنا بقالنا شوف كام جزء لغايه دلوقتي ما بعناش تمثال واحد، منك لله منك لله. يا دولا والله بص بقى، فانا قلت بقى بدل ما انا اريح انا كمان كده وانا اشغل مخي. شغل مخك؟ اوعى اوعى تعمل حاجه زي كده، يخرب بيتك انت عايز تموت يالا. ايه ده ليه دول؟ الواد فتله هو اللي قال لي كده، هو ان الواد الحيوان ده كان عايز يبوظني يا ابني انت اساسا؟ وبعدين ايه اللي بتلعبه ده؟ انت موقف العسكري فوق الطابيه ليه انا؟ ما كان هياكل. ولا ولا اوعى تسمع كلام حد يالا وتشغل مخك يالا، ده انت تموت على طول. لا دول بجد لا لا، شيل شيل يا دول، شيل البتاع الطاوله دي من قدام عينيا. ده انا ايه ده، انا مشيت ورا خطوات الشيطان. الطاوله من الصبح وعمال بتلعب وفاكرها طاوله؟ يهبل يهبل، دي دوما يهبل. شيل شيل. ده انا كنت هروح في شرب الكازوزه. روح في شرب الكازوزه، صح صح. شيل واوعى تعمل كده تاني يلا، على الاقل تشوف الشغل اللي انت بتشتغلوش ده تعمل حاجه مفيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ايها المؤمنون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله. زبون يا دول زبون. اهلا وسهلا، تحت امر. انا يا ابني عمك زغلول الدافع. عمي زغلول؟ انا ابويا ما قاليش ابدا ان عنده اخ اسمه زغلول. عموما اهلا وسهلا، تحت امرك. اهلا بيك يا ابني. قل لي يا ابني، انت ما عملتش خير من امتى؟ عموما لو حضرتك عايز اي بضاعه انا تحت امرك يعني، وههاودك في الساعه. انا مش عايز حاجه ليا، انا عايز لده. الصندوق ده هو اللي عايز؟ عايز مسمارين ولا ايه؟ دوله هو ده صندوق الدنيا؟ اخرس انت يلا، ما نشوف الصندوق عايز ايه. عايز ايه صندوق؟ ده صندوق الخير، عايزك تطلع اي حاجه من جيبك لله، وان شاء الله ربنا هيكتب لك بيها ثواب. والله يا عم زغلول انت اللي تكسب فيا ثواب لو مديت ايدك في الصندوق ده واديتني اي حاجه. الحاله مريحه زي ما انت شايف اهو. حاشا لله يا ابني حاشا لله، ده المبلغ ده احنا بنلمه علشان اجره الحنوتي. في واحد مات النهارده الصبح، لمينا 1000 جنيه وفاضل 500. 1500 جنيه اجره حنوتي ليه؟ 1500 ده وافق عليهم بالعافيه. هو في حد لاقي حنوتيه اليومين دول؟ ليه يعني بيعمل ايه الحنوتي ده؟ هو يا دوبك يحفر ويردم وخلاص. يا دولا يمكن ال 1500 ده اللي هما تدولا اشتراك للعيله مش لواحد بس يا دولا. ده لنفر واحد، نفر واحد ده وافق بالعافيه، جرست عليه بالتليفون لحد ما رضي بال 1500 جنيه دول. ايه ده حنوتي عامل دعايه؟ حنوتي الامل. امل ايه بقى يعني؟ وبعدين في حد يعمل دعايه وبالعربي وبالانجليزي كمان؟ يا ابن الحنوتيه دلوقتي بقى عمله نادره، ده بالحجز، بالحج زي الفرح بالظبط. حجز ايه يعني؟ انا مثلا يجيلي شويه انفلونزا احجز عند حنوتي اذ ربما؟ يا دولا وبعدين العربون بقى لما تخف يقوم واخده بقى يقولك دي الحلاوه، احمد ربنا انك عايش. خلصني بقى يلا، طلع الفلوس وحطها في الصندوق عشان نخلص. حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي. حط الصندوق هنا يا ابني. اتفضل يا سيدي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ منش فريق من الصبح وفي الاخر تدفع 5 جنيه يا ساتر. طب بلاش هات هات هات. احسن من عينيك. اسكت، ده انت ربنا هيفقرك كمان وكمان، ومش زبون هيدخل لك ان شاء الله. شيل يا الصندوق لفيه يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تبرعوا لدفن المؤمن يا اخوان، تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان، تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان. صدق يالا يا رمزي، فكره. فكرة ايه يا دولا؟ اروح الحق واخد الخمسة جنيه؟ لا 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 لا، فكرة شغلة الحنوتي. والله ممكن، ممكن جدا. وبعدين بالنسبة للصنعة نفسها معانا الكارت بتاع الحنوتي اهو، نكلمه ونفهم منه الصنعة كما ينبغي. الله يا دولا. طب بص بقى، ابوس ايدك يا دولا علشان خاطري. ها علشان خاطري عايز اشتغل معاك مساعد حنوتي يا دولا، انا عايز ابقى جنبك على طول. بص انا زهقت من البازار دون وما بقاش ياكل عيش. البازار نفسه هو اللي زهق منك يا ابني، انت طبعا هتبقى معايا مساعد، مش دي القضيه. المشكله كلها بقى في البيت عندي، اقنعهم ازاي؟ رانيا مسافره مفيش قضيه، لكن بقى ماما واختي ودول هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ قول يا حبيبي الشوربه دي من ايدي ترم عظمك وترجعك 10 سنين ورا. يا ماما انا واكل طبق كامل لغايه دلوقتي لوحدي، ده انا خلاص بقيت قرب الشوربه. خلاص ادي الشوربه لحماتك، هي اولى ترجع مرشدين لورا 10 سنين هم ينفعوها. يو يو يو، انت مالك ومال حماته؟ مش معقول غيظاكي في ايه؟ حماته زي القمر اهو. طبعا زي القمر. يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، يعني مش قادر اصبر لغايه ما اقول لكم. انا صراحه جالي شغلانه جديده، قولوا لي ايه هي؟ هتشتغل في اوتيل كبير قوي 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 قوي،
خمس نجوم وفي الاستقبال صح؟ آه هو صراحة يعني يا ماما مش الاستقبال هو الوداع يعني. وداع وداع. شفت بقى؟ يبقى انت هتشتغل في شركة طيران كمضيف تودع الناس. لا طيران يعني جو وبتاع. لا انا شغلتي عكس الجو، انا في الارض تحت الارض يعني صراحة. يبقى هتشتغل في مترو الانفاق. طب قول لي بقى هتقف في انه محطة عشان اجي اقطع منك تذاكر؟ وصراحة يا سناء هتبقى المحطة الاخيرة وما اتمناش ان انت تجيلي يعني. يبقى انت اكيد هتشتغل في وزارة الاثار وتحفر بقى وتطلع الاثار صح؟ هو انا يعني شغلنا فيها حفرة بس ما بطلعش، انا بحطه واردم يعني. يا ابني ما تقول هي فزورة. هي شغلنا اكسب فيها في اليوم 1500 جنيه، مش في اليوم تحديدا يعني، في الحتة ممكن يبقى في اليوم حتتين ثلاثة كده يعني. عم الامور عم اللطيف خلص وقولي الشغلانة ايه؟ قطعت نفسنا. برافو عليك يا سناء، الشغلانة فعلا ليها علاقة بعملية قطع النفس دي. الله ما تقولي يا ابني قلقتنا. صراحة يا جماعة انا هشتغل حنوتي. يا ماما يا ماما انت اتجننت يا عادل، انت عارف انت بتقول ايه؟ ايوه حماتي عارف قلت ايه، حنوتي. يا خبر اسود، لا تكون الشرب اثرت على دماغه. لا يا ماما ما اثرتش على دماغي ولا حاجة، انا هشتغل حنوتي. ايه ده يعني ايه حنوتي دي؟ فجأة هتشتغل حنوتي؟ فجأة لقيت جواك موهبة كامنة اسمها حنوتي فقررت تشتغل حنوتي؟ يا جماعة افهموني كويس، الشغلانة دي مكسبها كويس جدا يا جماعة، ده لعلمكم بقى الحنوتي ده بيكسب أكتر من الدكتور نفسه. جميل جميل يا عادل، أنت مش فاهم أنت بتقول إيه، أنت كده هتدفن أحلاماتنا بالحياتوس. يا جماعة دي شغلتي، الدفن ده حاجة سهلة جدا وبسيطة قوي يا حماتي، انتوا قلقانين من ايه؟ يا ابني ده فال وحش، فال نحس يجيب النحس للبيت. يا جماعة انا خلاص خدت قراري الحمد لله، وضع طبيعي والتطور الطبيعي للبني ادمين ان هم يموتوا، اما يموتوا هنعمل لهم ايه؟ ما لازم ندفنهم، مين اللي هيدفنهم؟ انا بقى ان شاء الله. يعني انا دلوقتي اقول لاصحابي ايه؟ اقول لهم ايه طيب؟ انت على فكرة لو اشتغلت حنوتي انا ممكن اروح فيها. بس كده ضمننا اول زبون، روح روح. صباح خير. ايه مالكم بتبصولي كده ليه؟ في ايه؟ بقولك ايه عادي، لو انت مصر انك تشتغل الشغلانه الغريبه بتاعتك دي يبقى في نظام في البيت جديد هيتطبق عليك. وايه النظام بقى يا هانم؟ هتنيموني في بير السلم ولا ايه؟ مثلا يعني مثلا لو عاوز تفطر هتفطر لوحدك هناك على الترابيزه دي. ايه ده ايه ده؟ افطر لوحدي يعني ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا عندي جرب ولا يعني بهرش يعني؟ اللي ما تعرفوش ان ده كلامنا كلنا مش كلام سناء لوحدها. كلكم ماشي يا ماما. عموما بقى لما الفلوس تجري في ايدي جري كده وهتتحايلوا عليا عشان تقعدوا معايا على الترابيزه المنفرده دي وانا اللي هرفض. نو شيري جامي يا حبيبي، انا لا يمكن لا يمكن اقعد اكل مع واحد حنوتي زيك يعني. حنوتي؟ ماله الحنوتي؟ فيها حماتي، والحنوتي ده مش بني ادم زينا عادي يعني. بص بقى علشان ما نتخانقش انا وانت ونقول ايه الوقال، انا هتفرج على التلفزيون. افتحي التلفزيون يا بنتي. ايه الحياه حلوه دي؟ ايه الفل الوحش ده على الصبح؟ اقفلي اقفلي. ايه هنقعد نسمع الحياه حلوه؟ لا يا اخوانا ده ضد شغلتي. ها رمز ها عملت ايه؟ اتفقت مع الراجل؟ ماشي كويس. طيب انا هاجي لكم على الكافيه. ايوه يا ابني هجهز واجي لك على طول. يلا سلام سلام سلام. ها رايح الكافيه على الصبح ليه؟ في واحد مات وجابوا لك خبره؟ لا حضرتك، في حنوتي هيجي يعلمني اصول الشغلانه. يلا سلام. لا سلام ايه بقى؟ وحدو. لا اله الا الله. اهلا اهلا وسهلا يا معلم خشبه، منور والله. اهلا يا استاذ عادل، احب اعرفك ده المساعد بتاعي علي العايش. وانا رمزي ابن عم دولة حبيبي، حنوت المستقبل ان شاء الله. بس بقى بس بقى حضرتك تشرب ايه يا معلم انت والاستاذ عايش اللي مش عايش؟ هات لنا اتنين عصير موز. اتنين عصير موز؟ تحبوا حضرتك سادة ولا بالحليب؟ لا عصير موز عادي، موز يعني موز. اه صح طبعا، ومعروف جدا ان الموز علينا حق. الله يلطف. يا مس يا استاذ لو سمحت، عايز موز موز وانا كمان موز تشرب ايه؟ كوكتيل يا دولة. تلاتة موز بس لو سمحت. ما قلتليش بقى كنت عايزني في ايه؟ وبسرعه وحياتك عشان انا مشغول ورايا حته طازه، ده غير حته تانيه فاضل لها ساعتين وتفصل شحن. يا ما شاء الله حضرتك كمان متخصص دفن موبايلات ما شاء الله. حضرتك انا نفسي تعلمني المهنه بتاعت الحنوتي ده، يعني نفسي ابقى تلميذ ليك يا معلم.
انت شغال ايه بالظبط؟ حضرتك انا فاتح بازار، بس البازار للاسف مش شغال خالص اليومين دول، لدرجه ان انا بفكر ادفن التماثيل واتدرب فيهم. فعلا التماثيل عندنا ريحتها فاحت في المنطقه كلها. بس يعني حضرتك، يعني انا في البيت اول ما عرفوا ان انا هشتغل حنوتي فرحوا جدا، وقعدوا يسلموا عليا ويبوسوا فيا، يعني ولغايه دلوقتي بيبوسوا فيا ويعني فرحانين جدا يعني. وان شاء الله ان شاء الله يا معلم انا يعني هرد لك جميلك ده. هتعمل لي ايه يعني؟ يعني باذن الله لما تتكل انت بقى على الله هتفينك دفنه، يعني تخلي مصر كلها تتكلم على الدفنه بتاعتك. طب بتفول عليا ولا ايه؟ لا ما بفولش يعني، بس زي ما احنا قلنا يعني عادي، الموت علينا حق. طب بص بقى، عشان انا مش فضيلك، انا هعرفك ازاي تبقى حنوتي وانت وشطارتك بقى. لا ده احنا تجار شطار قوي قوي قوي، قول بس انت عليك واحنا هنفهم على طول. برابانت اول هام لازم تعمل دعايه كتير كتير قوي، واول شغلانه ليك تبقى واحد من قرايبك، عشان ده اللي هيعمل لك الدعايه الصح. واحد من قرايبي؟ ماشي. وتاني هام؟ تاني هام لما الشغل يمشي معاك شويه تجيب لابتوب زي ده وتسجل عليه اسماء الحتت وبياناتها. حلو والله. واكتب بقى للذكرى الخالده مثلا ولا حاجه؟ لا ده لزوم الشغل الصح عشان الزبائن تدور عليك. طب وبالنسبه ليا انا بقى معلم، اجيب واحد زيه كده؟ هتجيب واحد زي ده تعمل بيه ايه؟ انت عارف اسمه ايه اساسا؟ لابتوب. لابتوب؟ لا طبعا ما اسموش كده، اسمه لابتوب. وبعدين انت مش محتاجه، انت بكتيرك هيبقى معاك مقطف وكوريك. ماشي. انا حنوتي ابا عن جد، والكتاب ده فيه اسرار المهنه وكيف تتعامل مع الحتت. بس الكتاب ده مش ببلاش، ده بمية جنيه تمن الكتاب والعطلة. لا قوي 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 عناية يا معلم. يا سلام، يعني الكتاب ده هيعلمني كل الحاجات بقى اللي هي في الدفن وتعمل ايه مع الميت لما يموت وكده. بالظبط كده. ما نشتري اتنين يا دولة. تعمل بيه ايه؟ تعمل بيه عشان لو جه حتتين. ما هنقرا من نفس الكتاب. يا غبي يا غبي، وريني شطارتك بقى. وش حلو عليك، انا شامم ريحة شغل. روح بقى وتعامل مع الزبون، دي فرصة. معقولة أوام كده؟ أوام يعني ولا؟ خلص وريني شطارتك. ماشي يا معلم ماشي، يعني واضح إن أنت خبير، يعني حتى الفيل اللي أنت دفنه ومعلق صورته ده يعني ما شاء الله عليك والله يا معلم. حاضر حاضر. رايح فين؟ رايح فين؟ هنروح ندفنها بقى. ندفن إيه؟ ندفن إيه؟ ندفن اللي ورا دي؟ لا يلا هي دي ماتت لحد ما تلاها. اقعد اقعد اقعد. ماشي ماشي، ربنا يسهل لك يا دولة. إيه كلنا لها، شد حيلك امال ما تعمليش في نفسك كده. انا مش قادر اصدق انه خلاص انتهى. راح راح. ايوه ما هو دام ماتي يبقى راح، وضع طبيعي يعني، بس بقى في حياتك يعني. شد حيلك شد حيلك. اصلك ما تعرفش غلاوته كانت عندي شكلها ايه. ايوه اكيد هو غالي عندنا كلنا يعني، بس ما تقلقيش يعني، مع حضرتك عادل سعيد حنوتي السعاده الابديه يعني، فان شاء الله اظبطك واظبط المتوفي باذن الله. بص لو حد فين وعايزك تكون حنين عليه ورقيق، انت ما تعرفش كان غالي عندي قد ايه. والله غالي علينا كلنا حضرتك يعني، ان شاء الله هتفينه من غير ما هو يحس باي حاجه. حضرتك بس اديني العنوان وانا هتصرف يعني. بص بص جماله، الجمال ده كله راح. هدر هدر هدر. لا 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 اوعى تقولها، ما تنطقهاش. انا بقوله يا ميشو. اهو ميشو بقى مش ميشو، اهو كلب يعني. وده مات ازاي يعني حضرتك؟ مات امتى؟ مات من ساعتين في حادث فظيع. حادث فظيع ده اكيد مثلا في عظمه اتحشرت في زوره، ولا كان بيعدي الشارع وهرب من السلسله ولا ايه؟ حادث بشيع 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 بشيع. ايه اهو كلبه راح وخلصنا منه. عاجبك البوز الاخص انت؟ نحسني دايما نحسني. شفت؟ معلش هي البدايه كده. انا عن نفسي بدات بالقطط، انت بقى دلوقتي تروح تشوف واحد من قرايبك وهو اللي هيعمل لك دعايه وتسويق. ماشي انا هروح اشوف اي حد من قرايبي، ولو ما لقيتش هتصرف في حد تاني من قرايبي. السلام عليكم. هدايم لوجه الله. يا جماعه انا عايزكم في موضوع مهم جدا. وحدوه، انتوا مش هنا ولا ايه؟ ايه ده يا عادل؟ ايه الفضيحه دي؟ فضيحه ايه يا ماما؟ الواد رمزي عشان لابس اللبس ده، ده لبس مساعد حنوتي، انا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي لان الواد ده شاطر قوي يعني. الحمد لله، وان شاء الله بامر الله هبقى حنوتي قد الدنيا. يا سلام،
وانت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده؟ طبعا يا نونو ده انا هموت من الفرحه. المهم تموت يا رمزي، سيبك بقى من الفرحه دي، انا اللي هفرح لما ادفنك بايدي. يا لا يعني انت عاوز ايه دلوقتي يا حنوتي؟ انت عايزنا ان احنا نعمل لك حفرات على الارض؟ لا لا لا، من غير حفرات ولا حاجه، رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده، مش كده هذا ولا ايه يا رمزي؟ طبعا يا معلمي. امال ايه، انا عايزكم بقى في حاجه تانية خالص، انا عايزكم يا جماعه تساعدوني ان الاقي اول زبونه ادفنه بقى ان شاء الله. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني عايز تاخد واحد مننا يعني تبدا بحياتك؟ لا لا انتوا لسه، بس ان شاء الله على ايدي برضو ما تقلقوش يعني. لكن انا بفكر في حاجه تانية خالص، انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب يخلص شحن، تقولوا لي عليه اروح ازوره اديهم الكارت بتاعي، اول ما يموت يقولوا لي بقى عشان اروح ادفنه بقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا، انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يا دي الخيبه؟ يا ابني فكر في مراتك، تقول انا متجوزه حنوتي؟ فكر في اختك لحمك ودمك، لما حد يجي يطلبني عريس اقول له ايه؟ روح اطلب ايدي من اخويا الحنوتي؟ فكر في بنتك ياسمين، تقول ايه لزميلها في المدرسه؟ بابا حنوتي. مش احسن ما تقول لهم بابا مفلس؟ يا جماعه ارجوك ولو سمحتوا انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعه، ادوني اسماء بقيه العيله اللي قربوا يقطعوا شحن بعد اذنكم. يلا يا معلمي يلا، احنا باين علينا كده اهو، مفيش اكل عيش لينا هنا اهو. يلا ماشي، يلا بينا يا رمزي، يلا بينا. عموما انتوا الخسرانين، بعد كده هتتحايلوا عليا عشان تشتغلوا معايا وانا اللي هرفض. يلا وحدوا يا دايما لوجه الله. لا اله الا الله. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا، مفيش حد غريب. هناء وامل اخواتي احفاد المرحوم جدي. وحضرتك كويس ان انت استعنت بيا يعني، وانت عرفت عنواني ازاي؟ انا لقيت ورقه في الارض مكتوب عليها حنوت السعاده الابديه، فاتصلت بيك فجيت. حضرتك يعني متاكد ان هو مات يعني؟ ان شاء الله يكون مات، لانه كذا مره قبل كده تجيله غيبوبه نص ساعه ونفتكر انه مات يصحى تاني، المره دي بقاله ساعه ونص، فان شاء الله يكون مات، صح ولا ايه؟ لا ان شاء الله يكون مات باذن الله يعني، والف يعني باذن الله. الباقيه في حقكم يا جماعه، شد حيلكم. مال ايه يا عم؟ انت هتخطب، خش في شغلك وخلصني. واضح ان مش حضرتك بس اللي مستعجله على الميراث يعني يا استاذ شاكر. الله يرحمه كان بخيل ومطلع عينين الكل. ده احنا ما شفناش معاه يوم واحد حلو. خلاص يا اخوانا بقى، الباقيه في حياتكم يا جماعه يعني، شد حيلكم. مال ما تخلونيش اخش اولع في المتوفي. وحدوه، انا جاهز يا معلمي. جاهز جاهز بعده الدفن على طول، مش في حاجات بتعمل. اتفضل اتفضل. هي الاوضه دي؟ ايوه اتفضل. وحدوه. دستور. لا اله الا الله. ولا رمزي ما تثبت، يلا ايه الرعشه اللي انت فيها دي؟ يلا يا دولا، يعني انت اللي مش خايف؟ انت اللي مش خايف؟ لا دولا مش خايف، انا مرعوب. يلا طب هنعمل ايه دلوقتي يا دولا؟ بص بقى يا رمزي، انت هتروح تكشف المتوفي، وبعدين انت هتغسله بقى، وبعدين انت هتقوم بقى تدفنه بالكفن ولا الحاجات دي، وبعدين انت بقى تدفنه بقى وخلاص. ايه يا دولا اللي انت 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 تتتب وانت مش هتعمل حاجه يا دولا؟ يلا هو كل حاجه انا اللي عاملها، مش انت المساعد بتاعي؟ يلا انت اللي جاي تساعدني، امال هتساعدني ازاي؟ يلا ايوه دولا، ما انا المساعد بتاعي بس انا جاي اتعلم منك. طب بص، عشان تتعلم هات دول وخش عليه اكشفه بس بالراحه، لان المتوفي بيحس ان هو ميت باين ولا ايه. يلا يلا يلا. عمل لك ايه؟ انا دول قدر ظروف يا دول، قدر ظروف. وانا مين اللي قدر ظروفنا؟ يلا يخرب بيتك، مين اللي قدر ظروفنا؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي يا معلمي؟ معلمك ايه وانت شايفني واقف في سلخانه؟ بس انا جات لي فكره، يلا جات لي فكره. ايوه احنا ناخد بعضنا كده ومن عصرها ونروح. لا نروح، يلا عايز تشمتهم فيا؟ يلا يلا بقى. هنعمل ايه هنعمل ايه؟ بس بهدوء بس بهدوء. احنا ايه، انا وانت
هنهجم على المتوفي هجمة رجل واحد. اللي هو مين؟ اللي هو انت. بعد كده نخلص على طول. بعد كده هي دي بس عشان اول مرة. بعد كده اما نتعود بقى نخش على الميت تك 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 نخلص على طول. لا لا خش انت تك تك الاول وانا بتعلم وراك. ها انت وانا وراك يا دول. انا وراك. انا مش فاهم انت خيخة ليه يلا كده. ما تخش يا على الحتة وخلص يا مالك يا رمز في ايه؟ ايه؟ ولا غاز غاز شايف اللي انا شايفه يا ولا ده الحكايه باين عليها بقت مرقبه خالص. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ حضرتك انا حنوتي وده المساعد بتاعي حضرتك. علينا الكلام ده يا حرامي يا نوري منك ليه؟ انا هطلب له البوليس. صح انا حرامي وعايز البوليس. عايز البوليس. انا حنوتي هو حرامي وعايز البوليس هو حر. بس حضرتك انا حنوتي وكنت جاي انا عشان اتصرف مع حضرتك يعني. انتوا حراميه؟ لا حضرتك والله مش حراميه. ولو حضرتك مش مصدق انا ممكن تسال شاكر حفيد حضرتك يعني. يا ولد ولد يا شاكر. ايوه جد تحت امرك. انت صحيح جبت الحنوتي ده والمساعد الحيوان اللي معاه ده فاكرني مت خلاص؟ انا ما اعرفهمش اساسا يا جدو. وبعدين يعني ايه مات؟ واحد نام له ساعه يبقى مات. ساعه ونص وانت بأمرت كمان ما كنت مستني الورث. ورث ايه يا حرامي منك ليه؟ جدو حبيبي مش مخلينا عايزين اي حاجه. طب حضرتك انا عندي اماره تانيه بأمرت اخواته اللي اسمهم امل وهناء اللي قاعدين بره لابسين اسود ومستنيين موت حضرتك يعني. جدو حبيبي نمي العوافي. جدو خد العصير الحلو ده من ايدي. هاتي خساره فيكو. اظن بقى كده يا جدو عرفت انهم حراميه وكدابين. حراميه وكدابين ايه حضرتك؟ احنا مش حراميه ولا كدابين والله. ده هو اللي قايل لنا ده احنا حنوتيه عاديين يعني. اخرس يا حرامي منك ليه؟ انا عايز البوليس. بس يا حرامي منك له. ودلوقتي كل واحد هياخد جزاءه منكم بحق الله.